السيد الوالد رحمه الله تعالى كان امتدادا للخطوات التي اتخذها جدنا السيد ميرزا مهدي رحمة الله تعالى عليه، فقد قام بعدة مشاريع مهمة في مجال تثقيف وتوعية المؤمنين وخاصة الشباب المسلم الذي كان في ذلك الوقت يطمع فيه كثير من الحركات الإلحادية. قام السيد الوالد رحمه الله تعالى بمعونة جمع كبير من المؤمنين ومن العلماء والخطباء في كربلاء المقدسة بالسعي لتثقيف المؤمنين بنشر الكتب والخطابة والتدريس والتأليف ورعاية الحوزة العلمية في كربلاء المقدسة وأمثال ذلك. وحينما جاء حزب البعث إلى السلطة حارب العلماء في كربلاء المقدسة، رأى السيد الوالد أن بقاءه في العراق لا يمكنه من إنجاز مشروعه بالنحو الكامل، فلذا اضطر إلى أن يهاجر العراق على أمل العود في العراق ومواصلة النشاط والعمل من خارج العراق. وبعد أن هاجر العراق سافر إلى الكويت، وبعد أن بقي في الكويت لمدة 9 سنوات وبعد انتصار الثورة في إيران هاجر إلى إيران إلى قم المقدسة، إضافة إلى الاهتمامات العالمية التي كانت له من تأسيس المؤسسات الإسلامية في مختلف بلدان العالم من الشرق والغرب، من كندا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا والخليج وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وغيرها. وكان دائما في هذه الغرفة المتواضعة يلتقي بمختلف الإخوة من مختلف مناطق العالم وخاصة الإخوة العراقيين والكربلائيين، وكان يركز عليهم على الأمور الجذرية المتمثلة في اللاعنف وفي الأمة الإسلامية الواحدة وفي الأخوة الإسلامية وفي نبذ التفرقة الاستعمارية التي جاء بها الاستعمار لتفريق الأمة الإسلامية. سماحة السيد رحمه الله تعالى كان زاهدا في حياته، دائما يتعامل مع القضايا تعاملا سهلا وبسيطا، كان يبتعد عن أي نوع من أنواع الترف في العيش، كان يبتعد عن أي نوع من أنواع التميز على المجتمع، كان يحاول أن يكون بحيث يساوي أفقر الفقراء في هذا المكان في مدينة قم، وكان يحاول أن يبتعد عن أي أنواع الترف كما ذكرت، حتى الأمور المتعارفة بين الناس التي لم يكن يتمكن الفقراء من فعل تلك الأمور أو امتلاك تلك الأمور كان يبتعد عنها. لم أره يغضب إطلاقا في كثير من القضايا التي كانت تستوجب الغضب، ما كنت أراه يظهر الغضب إلا في موردين. المورد الأول ما يخص المسلمين في شتى بقاع الأرض حينما كان يسمع أو يرى اضطهاد أو ظلم للمسلمين وخاصة في العراق كان يغضب، والمورد الثاني إذا كان يرى نوع من الترف مثلا أو إذا واحد حاول نوع من الترف كان يغضب. حتى أنه مرة أحد الإخوة بدون استئذان من سماحة السيد بدأ بصبغ هذه القاعة التي تقام فيها الصلاة، فالسيد حينما علم بذلك غضب غضبا شديدا ولم يقبل، قال للشخص أن هذا التصرف منك لم يكن صحيحا بدون استئذان، تريد تصبغ هذا المكان مع أنه لم يكن يكلف كثيرا، قال له أن هذا المبلغ مبلغ الصبغ يمكن أن نصرفه في طبع كتاب أو في تأسيس مؤسسة أو مساهمة في طبع كتاب أو تأسيس مؤسسة.